أعلن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن إطلاق بوابة إلكترونية لإنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارة خدمات الدفع عبر الإنترنت. وقال الصندوق في بيان صحفي إن إطلاق البوابة الرقمية توفر النصائح لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة وتساعدهم على بدء أعمالهم للانتقال من البيع التقليدي المباشر إلى البيع الإلكتروني بسرعة.